النوع الكبير، سواء بين شركه البريد من ناحيه، شركه بريد مصر استثمار، او شركه استادات القبض. برحب بيك يا احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه طبعا مستمرين معاكم في تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي لحفل توقيع بروتوكول الشراكه طبعا بين شركه استادات الوطنيه والبريد المصري. وزي ما قلت يا احمد، معي في هذه اللحظات نجم النادي الاهلي السابق طبعا كابتن عادل مصطفى. في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف بقى ايه رايك في ايفنت النهارده وتوقيع هذه الشراكه. يعني انا برحب بيكي ومبسوط ان انا على قناه بيتي ودايما متالقين. طبعا انا مبسوط ان انا موجود في الايفنت دوت، ايفنت كبير وحاجه كبيره بين مؤسستين كبار في الدوله، استادات والبريد المصري، وشراكه كبيره بين المؤسستين ان شاء الله تهدف لتطوير الاستثمار الرياضي، وان شاء الله نشوف حاجه كبيره، لان المؤسستين مؤسستين كبار، مؤسسه البريد ومؤسسه السادات اللي بتهدف بقى لها فتره طويله ان هي تطور الرياضه بشكل كبير جدا، وده باين في كل اكاديميات السادات وكل اكاديميات سيتي كلوب، وفي مجموعه كبيره جدا من الولاد بداوا يتعلقوا بالسادات وسيتي كلوب. عايزين نعرف يا كابتن راي حضرتك، شايف ازاي الشراكه دي هتطور الرياضه في مصر؟ دايما المؤسسات اللي بتعمل شراكه مع بعض يكون عندهم مرجعيه كبيره جدا في الاستقرار، ومرجعيه كبيره جدا في ان هم عندهم قوه في كل واحد في مجاله، بتبقى مريحه جدا في التعامل، لان كل شركه او كل مؤسسه بتبقى عايزه تعمل احسن حاجه عندها، ودي في الاول وفي الاخر بتصب لينا احنا كرياضيين، او بتصب في الرياضه عامه، ازاي تطور ده بان احنا نستخدم كل واحد في مجاله، وان احنا نقدر نطور الاستثمار، وان احنا نقدر نخلق كوادر جديده، لان هو مهم جدا ان انت واحنا بنستثمر واحنا بنعمل كل حاجه بيبقى عندك كوادر جديده. انا شايف ان الاستثمار في الكوادر مهم جدا جدا، اذا كان كوادر كبار مدربين او اداريين او ولاد صغيرين، هم دول كادر المستقبلي، يعني اذا كان مدربين في الاداره، المدربين والاداريين في شغلهم، والولاد الصغيرين ان شاء الله اللي هيبقى ده لمصلحتهم ان شاء الله مستقبلا، بتمنى ان هم يفرزوا حاجه كبيره جدا، اسمين كبار السادات والبريد المصري، وبتمنى التوفيق وان شاء الله يقدموا حاجه كبيره جدا لمصر ان شاء الله. اخيرا طبعا يا كابتن، كون حضرتك احد المنتمين لمجال الرياضه، عايزين نعرف بقى شايف ازاي التطوير الحقيقه اللي بنشهده كلنا في الرياضه المصريه في الفتره الاخيره. النهارده استادات وسيتي كلوب، سيتي كلوب بقى عندها اكاديميه كره قدم واكاديميات في كل الالعاب، سباحه وجودو وكل الالعاب في حوالي 26 محافظة، وده موجود على أرض الواقع من سنة أو من سنتين كان بدأت فكرة استادات وفكرة سيتي كلوب. النهاردة بقى في قاعدة كبيرة جدا للاستادات وسيتي كلوب في كل المحافظات، كل الاستادات تم تطويرها بشكل كبير جدا، ودي حاجة برضو من الحاجات الملموسة واللي الناس شايفاها دلوقتي. تروح الاستادات اللي هي كان بقى لها فترة طويلة جدا، مش هقول كانت مهملة، ولكن ما كانتش فيها الاهتمام الكافي، استادات أخذت الاستادات دي وبدأت تطورها بشكل جيد جدا، بدأ يبقى فيه منشآت كتير جدا في كل المحافظات. لو حياتك رحتي كل المحافظات هتلاقي فيه منشآت كتير جدا أو إنشاءات جديدة لشركة استادات، ودي حاجة من الحاجات اللي بتساعد على التطوير، إن يبقى عندك مؤسسات وعندك الأدوات اللي تقدري تشتغلي بيها مستقبلا. بقى في كم كبير جدا من الاولاد اللي بينتموا لسيتي كلوب في الاكاديميات وفي الانديه، كل محافظه بقى فيها نادي لسيتي كلوب، وده تحت مظله السادات، في اعداد كبيره جدا، بقى في فئه كبيره جدا من المجتمع دلوقتي بتنتمي للسادات. ممكن يكون في ناس مش ملامسه ده، بس روح شوف المحافظات هتلاقي الناس كتير جدا، في يعني فئه كبيره جدا من المجتمع بتنتمي للسادات وبتنتمي لسيتي كلوب. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. انا بشكرك ودايما موفقين. يعني ده كان لقائي طبعا مع نجم النادي الاهلي السابق كابتن عادل مصطفى، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا، العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا هنا، شكرا جزيلا، وشكرا طبعا كابتن عادل مصطفى. والحقيقه انه يمكن كلامه كمان لفت نظري لنقطه في غايه الاهميه، يعني صحيح انت بتتكلم